بتكلمني ليه كده؟ وداخل عليه حاسس لو يضربني. استنى يضربني. قمت مديله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، معكم محمود المصري وحلقة جديدة من برنامج المصري في الملعب. والنهاردة هنتكلم عن موضوع يتعلق بلعبنا المصري الكبير محمد صلاح. أنا بصراحة ما كنتش حابب أكلم في الموضوع ده، خاصة أن أنا شايف أن هو الموضوع خد زيادة عن حده أو أكبر من حجمه، ولكن أنا برضو حبيت أن أنا أقول كلمتين اتنين كده، ربما الناس تفهم الدنيا ماشية ازاي او الناس تفهم الامور بتدار ازاي. اولا محمد صلاح لعيب احنا عارفين هو لعيب كبير، لعيب عالمي، ولكن محمد صلاح لما بيقول كلمة او بيتكلم او بيعمل اي حاجة، محمد صلاح وعارف بيعمل ايه كويس، بمعنى انه عنده مدير اعمال محمد صلاح وراه ناس بتخليه يقول ايه وازاي يسوق نفسه وازاي يدير نفسه، ومحمد صلاح ما بيطلعش يتكلم من نفسه كده وخلاص. ولكن طبعا احنا كعادتنا احنا كمنطقة عربية او ثقافة كروية او بنحب الهري، محمد صلاح طلع مع صحيفة اس الاسبانية وكان عامل لقاء صحفي، فالراجل بيسأله بيقول له هل في امكانية ان احنا نشوفك في اسبانيا؟ فالراجل رد قال ان فريق برشلونة وريال مدريد فريقين كبار ومحدش يقدر ان هو يقفل الباب في وش فريقين زي دول، وهو مع حق. يعني الأدخن من محمد صلاح، مع احترامي لمحمد صلاح، سواء كان كريستيانو رونالدو، ما كريستيانو رونالدو كان بيلعب في مانشستر يونايتد، ساب اليونايتد وكان يعتبر ابن اليونايتد وابن أليكس فيرجسون وساب الدنيا دي كلها وراح لعب في ريال مدريد. طيب بلاش ده. طيب ما احنا عندنا هازارد ما اتنقل من تشيلسي راح ريال مدريد، لعيبة كتير جدا 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 اتنقلت من فرقها راحت فرقة تانية، نيمار ساب برشلونة وراح باريس سان جيرمان. فالموضوع كله بيزنس، الموضوع مادي يا جماعة، لازم نفهم ان الكرة هي صناعة. الكرة ما اصبحتش اللي هو يعني الجماهير الفانز بتوع الفريق ده والفانز بتوع الفريق ده، كله الجماهير عايزة ان لعيب بتاعها يبقى موجود عندها على طول، ولكن دايما في الاول وفي الاخر هو الجمهور مش هيعرف مصلحة اللعيب، واللعيب مش هيبقى باقي على فريق مش قادر يقدره او مش قادر يعرف قيمته. مش معنى كده ان ليفربول مش عارف قيمة محمد صلاح، ولكن في الوقت الحالي كل لعيب بيبقى عنده بلان بيرسمها استراتيجية، سواء للتسويق لنفسه، سواء ان هو هيلعب في الفرقة دي ولا هيلعب في فرقة تانية، هيجدد العقد ولا مش هيجدد العقد. هل محمد صلاح شايف مثلا جوه النادي احنا حاجات مش شايفينها؟ لا، يعني مع احترامي للكابتن محمد ابو تريكة، وده انسان يعني لعيب كبير ولعيب مخضرم، وكان معظم احنا كجماهير اهلي له يعني احترام عندنا بغض النظر عن اي اشياء اخرى، ولكن محمد صلاح يا كابتن محمد ابو تريكة زي ما انت قلت النادي بيفكر تجاريا، ومحمد صلاح ذكي جدا وبيفكر برضه تجاريا، بمعنى انا النهارده لعيب بلعب ليه سن معين، امتى هتحرك، امشي من هنا امشي من هنا. يعني لو حد تابع محمد خريطة محمد صلاح في اوروبا والاحتراف بتاعه في اوروبا هيعرف ان محمد صلاح ذكي جدا. محمد صلاح لما راح تشيلسي ما لقاش نفسه في تشيلسي، رجع تاني الدوري الايطالي، راح لفيرنتينا ومن فيرنتينا بعدين راح روما، ومن روما قدر ان هو يسوق لنفسه ويروح تاني يرجع تاني الدوري الانجليزي في تجربه مع زي يورجن كلوب. يعني محمد صلاح لعيب عارف هو بيعمل ايه، ولكن طبعا الخبط والرزع والهبده هتلاقي ناس كتير طلعت تتكلم، لا محمد صلاح ماشي من ليفربول، محمد لا محمد صلاح قال انا همشي، ولا ليفربول قال ان محمد صلاح هيمشي، ولا ان حد قدم عرض رسمي، وكله كلام في الهواء كلها فرقعه. بالدليل عشان هو بس محمد صلاح عمل لقاء تلفزيوني فراح المباراة اللي بعديها امام كريستال بالاس راحوا مقعدينه شوية. طيب ايه المشكلة؟ ما هو محمد صلاح يا جماعة لعيب زي اي لعيب، وخلي بالكم برضو الفرق الكبيرة لا تدار، يعني معلش برضو جايز لعيب زي ميسي او رونالدو لهم لوبيات جوه الاندية بتاعتهم، بس دول لعيبة يعني لهم تعامل خاص. محمد صلاح ما اقدرش ان انا احطه في مصاف اللعيبة دي ان هو له لوبي جوه النادي او هو مؤثر في، لا هو لعيب يورجن كلوب حاطط خطة ان هو يعني، والراجل في 33 دقيقة نزل لعب 33 دقيقة، الراجل خد احسن لاعب في المباراة، جاب جونين وعمل اسيست، يعني الراجل خد حقه زيادة، فالموضوع ما كانش مستاهل الضجة. بس اللي انا شفته ان اللي كهرب الموضوع هو الكلمتين اللي قالهم الكابتن محمد ابو تريكة في قناة بي ان سبورت لما طلع وقال اصل محمد صلاح كلمني في التليفون ومحمد صلاح قال ومحمد صلاح متضايق. يا كابتن محمد الامور لا تدرك بذلك، الراجل لو هو متضايق من حاجة يروح يكلم مديره الفني،
الراجل المدرب متضايق من حاجه. وعلى فكره انا شايف ان في تقدير كبير من النادي لمحمد صلاح، لان محمد صلاح بغض النظر ان هو لعيب كبير جوه الملعب فهو قيمه سوقيه للنادي نفسه. انت متخيل ان انت عندك في كام مليون دخلوا او اشتركوا في صفحات الميديا بتاعت نادي ليفربول من الجماهير العربيه سواء مصريين او غير مصريين. تخيل انت حوالين العالم كله سواء في جنوب شرق اسيا الناس اللي بتحب محمد صلاح كلاعب عربي مسلم له قيمه برضه، راجل يعني واجهه كويسه لينا ومشرفه لينا كبلاد عالم ثالث او بلاد بتحب الكوره، فده راجل كويس لينا. ففي ناس كتير جدا كقيمه سوقيه هو للنادي كويس جدا. تاني حاجه اتكلم فيها محمد ابو تريكه ودي كانت فعلا ملفته جدا، مين النادي اللي معاه القيمه السوقيه لمحمد صلاح اللي هيقدر يدفع مرتب محمد صلاح، ومين اللي هيقدر يدفع ثمن محمد صلاح اللي هيطلبه ليفربول، لان هو مرتبط مع ليفربول بعد لحد 2025. الناس ما تعرفوش ان هو مرتبط بعد مع ليفربول لحد 2025 وده عقد كبير جدا، وبالتالي فاي انفصال هيكون عن طريق النادي. وهو الراجل قال كده في اللقاء الصحفي، انا مش هسيب النادي الا عن طريق مش هسيب النادي الا عن طريق اداره النادي، او اللي عايز يتكلم يروح يتكلم اداره النادي. وبالتالي فقيمه محمد السوقيه كبيره جدا، المرتب بتاعه مش هيكون قليل، وبالتالي في ظل الظروف الحاليه بتاع كورونا اللي احنا مش عارفين الكوره هتكمل، الدوريات هتكمل ولا هتقفل زي السنه اللي فاتت ولا ايه اللي هيحصل، مفيش نادي هيروح يشتري لعيب ويدفع فيه ملايين. يعني حتى لو في اي حد هيعمل صفقه فهيعملها في حدود معينه، لكن مش هيعمل صفقه ان هو يروح يدفع ملايين فيها. وبالتالي فانا مختصر الموضوع، هو الموضوع تجاري جدا، موضوع بيديره محمد صلاح بيه، وفي عامل مؤثر كبير جدا بيقولوا عليه ايه اللي هو عامل اللي انا بعمل بروباجندا، انا بعمل بروباجندا لنفسي. محمد صلاح في لعيب اسمه جوتا، لعيب ده جه وتالق وقدم مستوى كويس جدا، وبالتالي انا لا استبعد ان محمد صلاح بيحاول انه يلفت الانظار لنفسه علشان يبيع نفسه، وده مش عيب في علم السياسه في علم الاقتصاد وفي علم التسويق، ده كويس جدا ان انت تسوق لنفسك، وفي علم ان انت تبقى عندك راجل استراتيجيات بتلعب بيها، ده صح، انت بتسوق لنفسك علشان تكسب الفلوس. لكن هل انت دلوقتي لا اصل في مشكله مع يورجن كلوب وفي مشكله مش مع يورجن كلوب، لا يورجن كلوب مش عارف مش حلو، يورجن كلوب وحش، الكلام ده مفيش كلام ده. يورجن كلوب مدير فني ذكي جدا، ولو ما كانش ذكي جدا ما كانش خد رجع الدوري لانجلترا لليفربول، الدوري الانجليزي اقصد، ما كانش رجع لان هو ياخد السوبر الاوروبي، ما كانش لعيب ياخد فريق ياخد كاس العالم، فريق ياخد دوري ابطال اوروبا، كل البطولات دي يا جماعه مش بالسهل. والنهارده راجل بيصعد كاول مجموعه في دوري الابطال، متصدر الدوري، اقوى هجوم، وعنده مشاكل دفاعيه وبيعمل كل النتائج دي وعنده غيابات. وبالتالي يورجن كلوب مش مدرب يعني سوري، ان كان محمد صلاح فعلا نجم فهو برضه يورجن كلوب ونادي ليفربول ساعد محمد صلاح، ادوا له الفرصه ان هم يحطوه ويبروزوه. مش عارف محمد ابو تريكه كل اللي اهمه شرط الكابتن، يا كابتن محمد صلاح وصل لمرحله انا بيتهيالي ان هو صعب الامور على اي لعيب بعد منه هيجي سواء عربي مصري او غير مصري ان هو يوصل لها. محمد صلاح صعب الامور جدا جدا جدا، خاصه لو حقق الدوري السنه ده او حقق بطوله تاني مع ليفربول هتبقى فعلا صعوبه جامده جدا. راجل للموسم الثالث على التوالي بينافس على هداف الدوري، راجل محقق ريكوردات وبيكسر في ريكوردات وبيكسر في ارقام قياسيه، يعني الراجل بصراحة إنجازات تتكلم عن نفسه، مش محتاج لا شرط كابتن ولا شرط الكابتن هتزيد حاجة لمحمد صلاح. فأتمنى أن الناس ما تحطش لود على اللعيب، لأن ده ممكن يأثر على مستواه، ممكن يأثر أن هو يقلب زي ما بقولك كده ينقلب السحر على السحر، تبقى مشكلة بالنسبة لمحمد صلاح. أتمنى يكون الرسالة بتاعتي وصلت ويكون وجهة النظر بتاعتي وصلت، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للاعبنا المصري الجميل محمد صلاح. بس يا ريت تشرفونا و تعملوا لنا لايك للفيديو، تعملوا لنا اشتراك في القناة، وتعملوا لنا كومنت في التعليقات، واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله.